هنا اختلطت دموع الفرح والحزن، وطغت عليها مشاعر الفقد الموجع. فقد يغيب الموت الأجساد، إلا أن الأرواح الطاهرة تبقى شاخصة في النفوس. يناقش هؤلاء الأساتذة رسالة دكتوراه للراحل رضوان مكي الأستاذ في قسم السينما والتلفزيون لكلية الفنون الجميلة، الذي غيبه الموت بعد أن خطفته كورونا من بين أيدي محبيه قبل أن يحقق حلمه. يعني هو يوم مختلف فعلا، يعني بالنسبة لقسم السينما ما أعرف شو عبر، يعني بقدر ما أنه هو احتفاء أو رثاء أو استذكار لأحد التدريسين اللي كان يعني له بصمة واضحة وإنسان رائع في كل معاني الكلمات. الرحمة والمغفرة إلى روح الدكتور رضوان. عزي القسم كله وعزي العمادة، وهذا الأثر اللي هسه يعني بقى لكم كناس باحثين إن شاء الله بالأفلام الوثائقية وجمالياتها وفنية والفنية اللي بيها والواقع اللي بيه، هذا راح يبقى أثر إله، لأنه قالوها الأساتذة بالمناقشة، إنسان هو لو ولد صالح لو أثر شيء، هو خلاله أثر أمام طلابه وأمام أساتذة اللي أكبر من عنده، بقى زميل وأخ وابن. يعني كنا نتمنى هاي الكورونا اللعينة ما أعرف إجتي للناس الطيبين. ليست هذه أول رسالة تناقش لطالب علم غيبه الموت، ولكن ما يفعله العراقيون في الجامعات ميزهم عن غيرهم بكمية الوفاء التي يحملونها على من رحلوا من زملائهم، فكان وفاؤهم هذا من كسر إرادة الموت وتحقيق أحلام من رحلوا. بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها وجائزة امتياز، مبروك. نعدها أنها مصدرا أصبحت في المكتبة، هذه الفائدة، يعني بمعناها أنه هي تعتبر خارطة الطريق لكل من يريد أن يعمل أو يشتغل فيلم وثائقي إضافة إلى المصادر الأخرى. فهذا جزء يعني من وفاء القسم لهذا الجهد لهذا الأستاذ الراحل رحمه الله، وأعتقد يعني أنه هو تقدير للجهد المعرفي الذي قام به. أهمية هذه الأطروحة تأتت من أهمية موضوع الدراسة اللي هي تمثيلات الواقع في الأفلام الوثائقية المعاصرة، لما لها من دور كبير في الساحة الفنية، وهناك قنوات كثيرة في هذا المجال خاصة بالأفلام الوثائقية، فجاءت تعزيزا لهذه الأهمية الموجودة، بالإضافة إلى تناولها المصادر والعينات الفيلمية التي أخذت بداخل هذه الأطروحة لتكون منارا للباحثين الجدد. كل إنسان سيموت يوما ما، لكن هنالك من يترك أثرا بالعلم والمعرفة يخلد اسمه عبر الزمان، وسيقرأ عنه طلبة العلم في طيات هذه الرسالة التي ستضيء منها شموع المعرفة مع كل جيل يمر في هذا المكان. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.